يقع دوار ولاد العمراني في قبيلة زمامرة بالجديدة، وكانت تسمى قديما بمازاغان. كانت أسرة المختار بالعربي ضمن الأسر التي تسكن الدوار، وكانت تتكون من الأب المختار ومن الأم غنو وابنهما علي. كانوا يتميزون عن باقي سكان دوار أولاد العمراني ببياض بشرتهم وقاماتهم المديدة، وبشكل خاص بعيونهم الزرقاء. كان أهالي الدوار لتلك الصفات يلقبونهم بأولاد البرتقيزي، أي أولاد البرتغالي. كانوا يحسبونهم من بقايا البرتغاليين الذين استوطنوا مازاغان في القديم. عدا تلك الصفات لم يكن أي شيء آخر يميز عائلة المختار بالعربي عن باقي أسر الدوار. كانت أسرة فقيرة مثل أغلب الأسر. كان الأب يتولى حرث أرض لا تتعدى مساحتها 3 هكتارات، يساعده ولده علي. وكانت الأم غنو بنت محمد تربي بعض الدواجن وبقرتين 12 خروفا ونعجة. في العام 1948 كان علي قد بلغ 18 عاما، كذلك قدر والده. وكان في تلك السن قد بدأ يظهر عليه اهتمامه ببنات الدوار والدواوير المجاورة. فسر الأب المختار ذلك السلوك بأن الفتى قد بلغ السن الذي يتعين فيه تزويجه. ذات مساء شاور المختار زوجته غنو في الأمر، واستقر رأيهما على خطبة ابنة خاله مبركة التي كانت وقتها تبلغ من العمر 15 ربيعا. كان الخال خال علي يشغل منصب مقدم الدوار، وقد وافق على تزويجه من مبركة دون ما تردد. بعد فترة لم تطل زفت إليه، أسكنها غرفة في بيت والده بدوار ولاد العمراني. بعد أسابيع ظهرت عليها أعراض الحمل، وهو ما لم يرق عمتها غنو أم علي التي كانت تتوقع أن تخفف عنها أعباء الأسرة. وبالرغم من حملها فإن مبركة أبدت نشاطا ومثابرة في المساعدة في أشغال البيت التي تبدأ بالطبخ وتنتهي بكنس زريبة الماشية. كان المولود الأول لعلي ومبركة مولودا ذكرا سمياه الجلالي. في تلك الفترة بدأت تعاني غنو أم علي من متاعب صحية، وما كاد حفيدها الأول يبلغ شهره 6 حتى حملت مبركة للمرة الثانية. في الشهر 7 من حملها ماتت أم زوجها. بعد 2 وضعت ولدها الثاني بوشتا. صارت مبركة الآن سيدة البيت بلا منازع. في الحقيقة لم يكن ذلك الحال يمر دون أن يثير حسد البعض. كان للمختار والد علي جار اسمه إدريس، كان أبا لعشر بنات، كانت إحداهن مطلقة. اغتنم إدريس مناسبة عقيقة الحفيد الثاني للمختار ليعرض عليه تزويجه من بنته المطلقة الضاوية. قال له إنها ستسعده وستملأ الفراغ الذي تركه رحيل غنو. قال له أيضا إنها ستخفف الأعباء عن مبركة. بدا خطاب إدريس مقنعا، وقد أنست حلاوته المختار السمعة السيئة لإدريس في دوار ولاد العمراني. قبل المختار العرض، وبعد أيام فقط انتقلت إلى بيته. حاولت مبركة أن تتعامل معها باللباقة واللياقة اللتين تقتضيهما المكانة التي تحتلها في الأسرة، ولكن الضوية ابنة إدريس كانت قد وضعت خطة تريد من ورائها إلى فرض هيمنة كاملة ومطلقة على بيت المختار وما ملك. سعت إلى الدفع بشقيقتها رقية إلى استقطاب اهتمام علي وجعله يتخلى عن زوجته ليتزوجها. لاحظت مبركة تلك التصرفات الصادرة عن رقية، وقررت أن تشكوها إلى شقيقتها الضوية. كانت مبركة في الأشهر الأولى من حملها 3، ولكن الضوية ردت عليها بأن أمطرتها بوابل من الشتائم قبل أن تعمد إلى ضربها بعنف على وجهها. كان صراخ المرأتين يسمع من بعيد، تناهى إلى أسماع المختار الذي جاء إلى البيت مسرعا. ما أن وصل حتى وجد زوجته الضوية مغمى عليها،
كانت مباركة قد غادرت البيت مع ولديها وذهبت إلى منزل أبيها في الدوار المجاور. ادعت الضوية أن مباركة ضربتها وهربت. في المساء لما عاد علي وجد والده يغلي كالمرجل، ولما علم منه أن مباركة ضربت الضوية حتى أغمي عليها استشاط غضبا. كان الظلام قد أسدل جلبابه على القرية، ولذلك قرر علي الانتظار إلى الصبح حتى يلحق بزوجته الهاربة ويعمل على تأديبها. كذلك كان يفكر بينما كانت زوجة أبيه تردد بما يشبه اللازمة الغنائية أنه يستحق من هي أفضل وأجمل من مباركة. كانت تلمح المرة تلو المرة إلى شقيقتها رقيئة. في الصباح توجه علي إلى دار خاله وصهره، ولقد كانت مفاجأته كبيرة وغير سارة، فقد وجد زوجته طريحة الفراش وقد أصيبت بعدة كدمات في وجهها. أيقن علي أن زوجته كانت الضحية وليس زوجة أبيه. كان الوقت صيفا وكان الفلاحون منهمكين في الحصاد. قرر أن يساعد خاله ذلك اليوم على أن يعود في الغد إلى دوار أولاد العمراني، وكذلك كان. لما أقبل على والده يريد أن يشرح له وجهة نظر مباركة ويبين له أنها كانت ضحية لامرأته الضاوية، أعرض عنها، بل إنه صفعه بقوة. كانت المرة الأولى التي تلقى فيها صفعة من والده منذ ما يقرب من 10 أعوام. أحس علي بالإهانة، إحساس عمقه أكثر شعوره بالظلم الذي تعرضت له مباركة زوجته. في تلك اللحظات اتخذ علي أكثر قرارات عمره جرأة. غادر المنزل وللمرة الأولى توجه إلى مازاغان مشيا على الأقدام. في الحقيقة لم يكن قد غادر القبيلة من قبل. وضع نصب عينيه الانخراط في الجيش الفرنسي. يذكر علي جيدا ذاك 7 مارس من العام 50-900 و1000. يذكر أنه في حدود 9 صباحا تقدم إلى ثكنة الجيش الفرنسي معلنا رغبته في الالتحاق بصفوفه. في تلك الحقبة بعيد الحرب العالمية الثانية كانت القوات الفرنسية بحاجة إلى جنود تعزز بهم قواتها في الهند الصينية، ولذلك سرعان ما تم اقتياد علي ذاك الشاب المديد القامة القوي البنية ذي العينين الزرقاوين إلى أحد الضباط. كان الضابط مكلفا بالإجراءات التي يتعين اتخاذها قبل تجنيد المرشحين للالتحاق بالقوات الفرنسية. كانت إجراءات تغلب عليها الشكلية. وقبل أن يحل الزوال كان صاحبنا قد خضع للفحص الطبي الذي أثبت خلوه من كل مرض معدٍ. مساء ذلك اليوم صار علي جنديا في القوات الفرنسية، وفي صبح اليوم التالي رفقة 12 آخرين نقل إلى سلا لإكمال التدريب. بعد 2 شهر كان أفراد الكوكبة الجديدة قد أتقنوا المشية العسكرية وضبطوا إيقاعها، كما تعلموا التحية العسكرية وتحية العلم وأيضا كيفية استعمال السلاح الفردي. أبدى علي اهتماما كبيرا بما كان يتم تلقينه. كان يريد أن يثبت أهليته لأنه كان يخشى أن يتم تسريحه. كان حلمه أن يصير خيالا وأن يصبح له دخل شهري قار يضمن له ولزوجته وأبنائه عيشا كريما. والحقيقة أن ما كان يبذله من جهد أتى أكله. استرعى انضباطه أحد الضباط فعجل بإلحاقه بالخيالة. بعد 3 أشهر من التدريب منحت لعلي رخصة من 10 أيام، كما أنه حصل على أجر 3 أشهر. كان مبلغا محترما. في اليوم نفسه غادر علي بلباسه العسكري ثكنة الجيش الفرنسي في سلا. كانت معه بطاقة نقل مجاني بالقطار ذهابا وإيابا من سلا إلى الجديدة. كان الجو شديد الحرارة في سوق ثلاثاء سيدي بن نور، ولكن علي أبدى تحمله للحر الخانق وتوجه رأسا إلى منزل خاله حيث التجأت زوجته وابناها الجلال وبوشتا. كانت مباركة في حالة انهيار تام، حسبت أن زوجها الذي غاب منذ نحو 4 أشهر قد تخلى عنها.
اكتشفت من جديد زوجها. بدت لها البذلة العسكرية وقد ناسبته تماما، كان أحسن حالا من ذي قبل. أمضى معها يوما وليلة ثم توجه إلى منزل والده في ولاد العمراني، كان يريد أن يحصل على صفح من والده. في تلك الحقبة كانت الأعراف تصنف هجرة منزل العائلة من الخطايا. ما أن وقع نظر والده عليه وما أن رآه بلباس الجنود الفرنسيين حتى هم بصفعه من جديد، ولكنه تراجع، أيقن أن علي لم يعد صبيا، الجندية شأن للرجال. حاول أن يقنعه بالتخلي عن الجندية، ولكن علي شرح له أن الفرار من الجندية فعل يعاقب عليه بالسجن. في لحظة ما ارتمى علي على قدمي والده يقبلهما طلبا للصفحة. عاد إلى زوجته، طلب منها أن تحزم ما تحتاجه من لباس وما يحتاجه الولدان. ذاك المساء رحل عائدا إلى سلا رفقة زوجته. لما وصلوا اكترى منزلا في زنقة سيدي مولنوبة، أدى ثمن شهرين من الكراء، ثم جهز المنزل بالضروري من الأثاث. قضى ما بقي من رخصته مع أفراد أسرته، كان سعيدا. في الجيش أدرك علي أن الامتثال للأوامر دون ما نقاش من مفاتيح النجاح، وقد كان يمتثل للأوامر دون ما نقاش، ولذلك تم الإقرار له بأنه الخيال الأكثر انضباطا. هذه التطورات التي طرأت على وضعه كجندي في الجيش الفرنسي جعلته يكون ضمن نخبة من الخيالة اختيروا لإجراء تدريب على قيادة الآليات العسكرية. كان عليه أن ينتقل إلى مكناس لإجراء تلك الدورة التدريبية، ما يعني أنه كان عليه أن يترك زوجته وأولاده، وقد صاروا ثلاثة الآن. مرت الأسابيع مسرعة، وخلال أربعة أشهر لم تمنح له سوى رخص قصيرة كان يمضيها مع أهله. أبدى علي قابلية التعلم، تعلم قيادة المزنجرات والدبابات، وفي الخامس عشر من مايو من العام 1952 جاءه الأمر بركوب بارجة من البحرية الفرنسية كانت ستنطلق إلى الهند الصينية. كان علي ضمن تجريدة مغربية تقرر إرسالها إلى الجبهة المشتعلة في الهند الصينية. كان على كل الجنود أن يتحلوا باليقظة، فالعدو الذي يحاربونه يمتلك قدرة خارقة على المباغتة والظهور حيث لا يكون متوقعا أن يظهر. ذات مساء من شهر يونيو وقعت الفرقة التي ينتمي إليها علي في كمين. قتل كل الجنود ولم ينج سوى علي. كان عليه أن ينقل جثث الجنود القتلى، وإذا لم يتمكن أن يدفنهم وأن يأتي بأوراقهم التي تثبت هويتهم. وبينما كان بصدد تفتيش الجثث عثر على جثة جندي زنجي على رزمة هامة من الأوراق النقدية، أوراق من الفرنك الفرنسي تمثل مبلغا كبيرا. فكر في البداية في تسليم تلك الأموال إلى أحد الرتباء، ولكنه كان يعلم أن الذي يتعين عليه أن يسلمه المال معروف بإغراقه في تناول الخمر، وبالتالي فإن المال لن يبلغ الوجهة التي يفترض أن يبلغها، ولذلك تراجع علي وقرر أن يحتفظ بالمال. أخفاه في مكان آمن وظل يترقب وصول ممثلي الصليب الأحمر الفرنسي الذي يتولى نقل الرسائل وأشياء أخرى يبعث بها الجنود إلى عائلاتهم. أخفى علي المال في ملابس كان اشتراها لزوجته وأولاده، وحزم الإرسالية ووجهها إلى زوجته. بعد شهر تلقى رسالة منها كانت بها صورتها وصورة لأبنائه الثلاثة وبنته الصغرى التي وضعتها بعد أن سافر هو إلى الهند الصينية. في تلك الرسالة كتبت مباركة على ظهر إحدى الصور: لقد توصلنا بالشوكولاتة اللذيذة والغالية. فهم علي أن المال وصل إلى زوجته. بعد أيام وقع علي ورفاقه في كمين جديد، أصيب بشظايا قذيفة على مستوى الرأس. كان أصحابه قد قتلوا أو جرحوا. أصيب لما كان ينقل الجثث والجرحى. صمد قليلا ثم انهار لما وصل إلى المعسكر. بعدئذ فقد الوعي.
لما استيقظ وجد نفسه في مكان لا يذكر أنه وجد به من قبل. تقدمت منه ممرضة وأخبرته بأنه يوجد في أحد مستشفيات باريس، وأنه لم ينقل إلى هذا المستشفى إلا بفضل الضابط الذي أنقذ حياته. أبلغته بأنه أخضع لعملية جراحية على مستوى الرأس لاستخراج شظية قذيفة. طمأنته الممرضة بأن الإصابة لم تكن شديدة الخطورة، ومع ذلك فإنه قضى فترة الصيف كلها نزيل المستشفى. يبدو أن كل شيء يمضي بشكل طبيعي، يبدو الأمر كذلك، غير أن علي وجد نفسه في مواجهة مشكلة لم يكن قد توقعها، فقد لاحظ أن الجميع في ذلك المستشفى ينادونه باسم حمو، وبالرغم من أنه حاول إقناعهم بأن اسمه علي بن المختار فإنهم لم يصغوا له، بل إن القائمين على المستشفى حسبوا أن ما يدعيه قد يكون من آثار الإصابة التي تعرض لها، ولذلك تمت إحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية، ثم بعدئذ أحيل على المعاش. لم يكن علي يعرف أحدا في باريس إلا النقيب لبغوتون الذي عمل على نقله إلى المستشفى الباريسي عرفانا بالجميل، فقد أنقذ علي النقيب لبروتون من الموت. كان النقيب لبروتون كثيرا ما عاد علي في المستشفى الباريسي، كان يأتي رفقة زوجته الشابة الجميلة مادلين. عرض علي مشكلته مع هويته على صديقه النقيب، طلب منه أن يتحقق في أرشيف قيادة الأركان من أن علي بن المختار لم يمت وأنه ما زال حيا يرزق. استجاب النقيب لهذا الطلب، ولكنه لما تقصى الأمر في قيادة الأركان أبلغوه بأن الجندي علي بن المختار مات في الهند الصينية، وأن ملفه قد تمت تصفيته، وأن زوجته توصلت بالمنحة التي يتم تقديمها لذوي الجنود الذين يقتلون في ساحة الحرب، كما أنها تتوصل بالمعاش الذي يدخل ضمن حقوقها. بدا لعلي أن السبيل إلى إثبات هويته الحقيقية لن يكون سهلا، وظل رغما عنه يحمل في وثائقه اسم حمو. أبدى النقيب لبغوتون إشفاقا على حالة علي، وكان قد ورث عن والديه ضيعة لتربية الخيول، ولأجل التخفيف عن الجندي الذي أنقذ حياته ذات يوم اقترح عليه العمل معه لإحياء تلك الضيعة، وكانت مناسبة للنقيب لاستثمار ما حصل عليه من مال لقاء إحالته على المعاش بعد إصابته في الحرب في هذا المشروع. هو كان يعلم أن علي أو حمو كما ينادونه كان خيالا متميزا في الجيش، كما أنه ينحدر من منطقة في المغرب تحظى فيها تربية الخيول بأهمية خاصة. أثار العرض اهتمام علي، وما كان له أن يرفض، ففي نهاية الأمر هو سيزاول مهنة يعشقها وسيحصل على دخل شهري محترم. في شهر غشت من العام 54 900 ألف كانت خيول ضيعة لبغوتون على قائمة الخيول التي ستشارك في السباق. كانت المرة الأولى التي تشارك فيها ضيعة لبغوتون منذ الحرب العالمية الثانية. كانت الجائزة المرصودة للفرس التي ستكسب السباق كبيرة ومغرية، وكانت الإصابات التي تعرض لها النقيب لبغوتون في الهند الصينية تحول دون مباشرته الإشراف على العملية، ولذلك أوكل الأمر إلى حمو. في اليوم المعلوم تحققت المعجزة وفازت فرس من ضيعة لبغوتون بالجائزة الأولى. كان لبغوتون قد وعد حمو بمكافأة هامة إن فازت الضيعة بالجائزة الأولى، وها هي فازت. مساء ذلك اليوم على مائدة العشاء وبحضور المدام مادلين أبلغ النقيب لبغوتون صديقه حمو بأنه يهبه ما في بطن الفرس العربية الأصيلة المسماة نادية. كان المنتظر أن تضع الفرس نادية حملها خلال أسبوعين على أبعد تقدير. تصوروا فرحة حمو، لم يكن الرجل يحلم بأن يمتلك يوما ما فرسا، فما بالكم بفرس عربية أصيلة. منذ ذلك اليوم صار الحلم يؤثث كل لحظات أيامه، صار يعمل بجهد مضاعف. ذات مساء كان علي الذي ينادونه حمو مسترخيا في مسكنه بالضيعة مستلقيا على فراشه، فجأة سمع صوت بابه يفتح. ما أن فتح عينيه
حتى فوجئ بوجود مادلين الزوجة الشابة والجميلة للنقيب لبغوتون. كانت واقفة أمامه متجردة من كل لباسها. لم يكن قد استوعب ما إن كان ما يراه حلما أم حقيقة حتى ارتمت عليه. لم يكن لديه مجال للممانعة أو حتى التظاهر بالممانعة. أخذت الأمور مجراها، فقد كان أمد حمو بالنساء قد طال. في الصباح لما التقى على مائدة الفطور صديقه ومشغله النقيب فرانسوا لبغوتون وزوجته الجميلة مادلين، كان يحس بالخجل، كان يحس بأنه خان ولي نعمته. في المساء جاءته مادلين إلى غرفته، حاول أن يبعدها ولكنها بدت وقد توقعت ردة فعله. ركزت نظراتها على عينيه، قالت له إنها تحبه، وإن هو تمنع وأبى فإنها ستترك الضيعة وتهجر فرانسوا. قالت له إنه منذ أن أصيب في الحرب في الهند الصينية صار عاجزا. لم تدع مادلين لحمو من خيار غير الانخراط معها وبالكامل في اللعبة. على مدى أشهر ظلت قائمة تلك العلاقة بين حمو أو علي والسيدة مادلين. كانت الحالة الصحية لفرانسوا لبغوتون تزداد سوءا يوما بعد آخر. وذات مساء من يونيو من العام 70-900 أسلم الروح. لاحقا بعد أن انتهت مراسيم الجنازة وأيام الحداد، دعيت مادلين إلى مكتب أحد الموثقين. كان الإرث موضوعا لتلك الدعوة، وقد طلب منها الموثق أن يحضر حمو أيضا. لما تلا عليهما وصية الراحل الموقعة في 20 مارس من العام 65-900، اكتشف أن النقيب فرانسوا لبغوتون قسم ممتلكاته مناصفة بين زوجته مادلين وصديقه حمو. كانت ضيعة لبغوتون لتربية خيول السباق قد استعادت مكانتها الريادية، وكانت خيولها تكسب السباقة والسباق. تطورت العلاقة بين مادلين وحمو إلى زواج، ما منحها المزيد من الاستقرار. صار الآن بإمكان حمو أن يحصل على الجنسية الفرنسية وأن يغير اسمه. صار حمو الذي كان علي بن المختار صار يسمى الآن مسيو ألان كوراجو، اسم سرعان ما ألفته أوساط المقاولين ورجال الأعمال. كانت مادلين تلاحظ أن زوجها ألان حمو كان من حين لآخر ينعزل في الشقة القديمة حيث كان يسكن لما كان مستخدما. وذات يوم تسللت إلى الشقة، في درج اكتشفت ظرفا به صورة امرأة وأربعة أطفال. فهمت من الرسالة المرفقة بالصورة أن الأمر يتعلق بزوجة وأولاد رفيق حرب حمو المدعو علي بن المختار، والذي قتل في الهند الصينية. كانت مادلين تجعل بين حمو وعلي بن المختار علاقة صداقة، ولكن الذي ظل يثير لديها الاستغراب والفضول أن يحتفظ حمو بصورة زوجة رفيق له وأطفالها. بالنسبة لمادلين فإن وراء الأمر ما وراءه. قررت تقصي الأمر واستكشاف الأسرار التي قد تكون كامنة وراء الصورة والرسالة. استنسخت كل الوثائق التي عثرت عليها وأوكلت إلى محقق خاص مهمة البحث عن الحقيقة. بعد أسابيع جاء المحقق بمعلومات تفيد بأن الصورة هي لأرملة وأطفال جندي مغربي يدعى علي بن المختار، مات في الحرب في الهند الصينية. لكن المحقق لم يتمكن من الوصول إلى العنوان الذي تقيم فيه الأرملة لأنها تزوجت مرة أخرى. ما جاء به المحقق الخاص لم يكن ليشفي غليل مادلين. بعد أيام وبينما كان على مائدة العشاء، باغتت ألان بأن سألته دون ما مقدمات عمن يكون علي بن المختار. رد ألان دون أن يفقد شيئا من برودة دمه بأن سألها: لما فتشت أشيائي دون إذن مني؟ تريدين إذن معرفة الحقيقة؟ حسنا، إليك الحقيقة، لكن عليك ألا تصدر حكما، أي حكم، قبل سماع القصة كاملة. حكى ألان حمو قصته، قصة علي بن المختار. قال لها كل التفاصيل.
وكانت مادلين تتابع مشدوها، كانت تقرأ في عينيه مدى الألم الذي كان يحسه لفقدان هويته الحقيقية وضياع أبنائه وزوجته. قال لها إن من حق باركا أن تتزوج. أحست مادلين بالذنب لأنها أيقظت في نفس آلان كل تلك الذكريات الأليمة، وعدته بأنها ستكون إلى جانبه في البحث عن أولاده. اتصلت بمكتب خاص للتحقيقات كان يشرف عليه عميد سابق في الشرطة الفرنسية، ومع أنه رفض الالتزام بالانتقال إلى المغرب لعدم وجود مكتب خاص للتحقيقات، وعد بالاتصال بأحد معارفه القدامى من الشرطة علّه يساعد في الوصول إلى الأبناء الأربعة. بعد ثلاثة أيام رن الهاتف في منزل آلان ومادلين كوغاجو. كان المتحدث من المغرب يريد التحدث إلى أحد الزوجين في موضوع التحريات التي يريدان القيام بها. قرر آلان وزوجته التوجه إلى الرباط. كانت المرة الأولى التي يعود فيها علي بالمختار حم آلان إلى المغرب منذ أن غادره إلى الهند الصينية. في الطريق من المطار إلى الفندق كان آلان يعجب للتغيير الكبير الذي عرفته المدينة. كان المحقق يصر على ضرورة الإجابة على كل الأسئلة وأن يحصل من موكله على كل المعلومات. انطلق تقفي أثر باركا وأطفالها الأربعة من العنوان الذي تركها به زوجها علي. بعد كل هذه السنوات لم يكن أحد يعرف باركا. كاد المحققون يفشلون لولا أنهم من خلال تحليل الوثائق التي كانت بحوزة علي اكتشفوا وصلا به بصمة. كان وصلا بريديا يفيد علي بأن زوجته باركا توصلت بمبلغ مالي كان أرسله إليها. لاحظ المحققون أن البصمة واضحة مقروءة. لما عرضت على مصلحة التشخيص القضائي تبين أنها بصمة السيدة باركا القرقوري التي تسكن الآن في سيدي عثمان بالدار البيضاء. بفضل تلك البصمة كبر أمل علي ألا في العثور على زوجته الأولى وعلى أبنائه منها، وقد دفعه ذاك الأمل أن يطلب من المحققين مرافقتهم إلى الدار البيضاء. كان آلان قد هيأ نفسه للحظة اللقاء، غير أن اللقاء لم يتم. ففي العنوان الذي تم اكتشافه في سيدي عثمان لم يعد أحد يعرف السيد باركا القرقوري. طلب المحققون من آلان ومادلين ألا يفقد صبرهما، ووعدوهما بالعمل من أجل العثور على باركا وأبنائها. توجه المحققون إلى المحافظة العقارية حيث اكتشفوا أن السكن الكائن في العنوان المذكور في سيدي عثمان كان ملكا للسيدة باركا، ولكنها باعته قبل 10 أعوام. عن طريق موظف في المحافظة العقارية علم المحققون أن باركا تملك أرضا مساحتها 1000 متر في قلب الدار البيضاء، وأنها مع ولديها الجلال وبوشتا تسير معملا. علموا لاحقا أنها تقيم علاقات تجارية مع دور للموضة شهيرة في أوروبا. تم التخطيط للقاء الأول بين باركا وآلان ومادلين. اقترح المحققون على مادلين أن تتنكر في صفة صحفية. باتصال هاتفي تم تحديد موعد للقاء بالسيد باركا القرقوري. ذاك 31 من يوليوز من العام 2000 كان يوما تاريخيا في حياة علي، فللمرة الأولى بعد كل هذه السنوات الطويلة سيلتقي باركا زوجته الأولى وابنة خاله. لما وصل إلى المعمل تم توجيههما إلى مكتب الرئيسة المديرة العامة. كانت باركا محاطة بأبنائها في الانتظار. كان المرتقب أن تجري مقابلة صحفية، ولذلك حضر ولداها. غير أنهما لما لاحظا أن مادلين لا توجه أسئلتها إلا لأمهما استأذن وانصرف. كانت تلك فرصة مادلين كي توجه أسئلتها حول الماضي، ماضي باركا، دفعتها إلى الحديث عن زوجها الأول. تحدثت عن المرحوم علي بالمختار. كان علي يترقب أن تتعرف عليه، ولكن ذلك لم يحدث، بيد أنه كان يرى أنها رغم كل السنين التي مرت احتفظت بملامحها. فجأة تدخل علي وسألها، قال لها
أحقا كان علي يناديك بمبركاتي؟ أحقا أن كلبا عضه ذات يوم بينما كنتما في حديقة في سلا؟ تلك الأسئلة بدقة معلوماتها استوقفت مباركة. صمتت لحظات ثم قالت: ما ذكرته هو من الدقة بحيث أتساءل عما إذا كنت معنا. رد علي دون تمهيد: طبعا كنت هناك، وأذكر ذلك الطبيب مديد القامة الذي قام بتقديم الإسعافات. سألته: كيف كنت حاضرا؟ في تلك اللحظة عرى علي عن ساقه اليمنى، كانت آثار الجرح بادية. قال: أنا علي، أنا ما زلت حيا. نهضت مباركة من مكتبها وتقدمت نحوه، تأملت آثار الجرح ثم طلبت من كاتبتها الانصراف. كانت مادلين تتابع تلك اللحظات، حيث تتداخل صور الحاضر بصور الذكريات المستحضرة من زمن بعيد. تعرفت مباركة إلى علي، دعت ولديها الجلال وبوشتا. كانت المفاجأة كبيرة، فهذا الشيخ الذي يقدم نفسه صحفيا ليس سوى والدهم الذي حسبوه قتل في حرب الهند الصينية بينما كان يقاتل في صفوف الجيش الفرنسي. كان اللقاء في أجواء مشحونة بقوة الصدمة. دعت مباركة علي ومادلين إلى إقامتها في تلك الليلة. علمت لاحقا أن مادلين هي زوجة علي، وعلم علي أن مباركة أنجبت 3 أبناء من زوجها الثاني الذي توفي قبل سنوات. في تلك الليلة حكى كل عما حدث خلال تلك السنوات الطويلة، أشياء كثيرة حدثت خلال تلك السنوات.